ولنقاش الملف السوري والخلافات التي تشهدها قوى المعارضة وهيئة التفاوض لحل الأزمة السورية، ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول تركيا الكاتب الصحفي أحمد كامل. أهلا بكم سيدي. مرحبا. قبل أيام من انعقاد الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، يبدو أن الخلافات تعصف بوفد المعارضة. ما أهم النقاط الجوهرية التي تقلق منها الدول الداعمة للمعارضة حيال أداء وفدها وتهدد بسحب ممثليها؟ منصة موسكو، منصة القاهرة، ليست جهات معارضة، هم عملاء لمحتل سوريا الروسي. منصة موسكو، حتى أبسط الأمر للسادة المشاهدين، تخيلوا حزبا فلسطينيا اسمه حزب جولدا مائير أو حزب تل أبيب ينسب إلى عاصمة عدوه. فمحتل سوريا الروسي خلق مجموعة من عملائه سماهم منصة موسكو، وهم لا علاقة لهم بالمعارضة، وفرضوا بقرارات من مجلس الأمن وبالقوة، بالدبابات وبالطائرات وبجرائم الإبادة فرضوا على المعارضة السورية. ونفس الشيء منصة القاهرة، هي منصة عميلة لنظام السيسي وهي تتبع موسكو المحتل الروسي لسوريا مباشرة. فإذا هم ليسوا معارضين وإنما عملاء لكنهم للنظام. رسميا أستاذ أحمد، رسميا تعتبر وفود تمثل المعارضة. رسميا، ولكن في الحقيقة نعم، ليسوا كذلك. ما الخلاف الذي جد مؤخرا لكي يتم عرقلة هذه المفاوضات؟ خلاف ما بين أعضاء منصة موسكو نفسهم، غيروا ممثليهم في هيئة الرياض، وقبلت هيئة الرياض قبلت التبديل، نعم، فغضب الآخرون. خلاف داخلي محض يعني، والمنصة حتى سادة المشاهدين ما يخافوا يعني، منصة موسكو ولها نسبة من المعارضة السورية وهم حوالي 7 أشخاص فقط، ومنصة القاهرة نفس الشيء، مجموعة فقط من الأشخاص، يعطى الواحد منهم مثلا، المجموعة هاي لها ممثلين بما يعادل كل الشعب السوري، بما يعادل 15 مليون. هن ال 15 شخص يعطوا مقاعد في المعارضة بالقدر الذي يعطى 15 مليون سوري. إلى هذا الحد الموضوع مؤلم ومؤسف ومهين للشعب السوري ومهين للعدالة وللإنسانية. هل ستعرقل هذه الخلافات المساعي لمفاوضات الدستور؟ نتمنى ذلك، لأن مفاوضات الدستور هي ضحك على الشعب السوري وتزوير لقضية الشعب السوري. نحن لا نبحث عن دستور جديد، نبحث عن السلطة تحترم الإنسان وتحترم الدستور. تغيير الدستور عملية لا قيمة لها مطلقا، وتضييع للوقت وإلهاء للشعب السوري. فإذا فشلت فلن يأسف عليها أحد أبدا إلا المحتلين الروس والإيرانيين. إلى أي مدى سيؤثر هذا الانقسام على بين مكونات، نتحدث عن المنصات الثلاث حتى لا نقول معارضة، كيف سيؤثر ذلك على موقف المعارضة في المفاوضات سواء مع النظام أو مع رعاة الحل النهائي للأزمة والدول الداعمة للشعب السوري؟ المعارضة ليست 3 منصات، 6 منصات، 6 جهات. منصة موسكو، منصة القاهرة، وهيئة التنسيق، واحدة تابعة للروس، واحدة تابعة للنظام السيسي، وواحدة تابعة للنظام. إلى جانبهم يوجد الائتلاف، ويوجد الفصائل المقاتلة، ويوجد المستقلون، والمشكلة تخص هؤلاء المرتبطون بجهات خارجية. وهذا الذي حصل، أن روسيا تدعمهم، والغريب أن النظام السعودي يدعمهم أيضا، وهذا يفضح حقيقة انتمائهم. وبالتالي هي عملية بالنسبة لنا عملية جيدة، نفرح بأن يفضح هؤلاء العملاء على حقيقتهم، وأن تعاق تلك المسيرة التي تزور مسيرة الشعب السوري. لكن أستاذ أحمد، ألا يعرقل ذلك طريق الوصول إلى حل؟ الدستور ليس لا يؤدي إلى حل، لا يوجد طريق للحل، لا يوجد مفاوضات تبحث عن حل. نحن نريد الحرية، وتغيير الدستور لا يؤدي إلى الحرية، ولا يؤدي إلى تحرير سوريا من النظام الطائفي العلوي، ولا من الاحتلالات الأجنبية الإيرانية والروسية. في ظل كل هذه الانقسامات السياسية رسميا ودوليا حيال الملف السوري،
كيف يبدو أوضاع كيف تبدو أوضاع المدنيين عموما في المناطق التي تشهد قصفا يوميا من النظام وحلفائه، بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي شاهدناها في الأيام الأخيرة على النازحين في المخيمات؟ هذه القضايا الحقيقية التي تهم الشعب السوري، وشكرا لك لأنك أشرت إليها. الشعب السوري يعاني من القصف، يعاني من التجويع، يعاني من البرد، يعيش في الطين في الخيام، والآن هناك حملة لوضع الطين على وجوه السوريين في كل منصات التواصل الاجتماعي للتذكير بأننا نشعر بأهلنا الذين يعيشون في أسوأ ظروف. تقول الأمم المتحدة هي أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، يعني ثاني أكبر كارثة في تاريخ الإنسانية، لأن الحرب العالمية الثانية كانت أسوأ كارثة في التاريخ الإنساني. إلى هذا الحد الأمر سيء، وهناك جهات تتقاتل على كرسي، وهناك جهات عميلة، وهناك جهات تقول لنا غيروا الدستور. والقضايا الأساسية هي ما ذكرت حضرتك الآن، هي القصف وهي الأوضاع الإنسانية. هل ينتظر أن يكون هنالك تحرك إقليمي أو دولي حيال هذه المعاناة الإنسانية؟ الكل ينتظر الإدارة الأمريكية الجديدة. إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة هي ولاية ثالثة أو نسخة طبق الأصل عن ولاية باراك أوباما، فتلك كارثة على السوريين، لأن باراك أوباما كان سيئا جدا، كان منحازا لإيران، وكان متساهلا جدا مع النظام السوري. الكل ينتظر الإدارة الأمريكية الجديدة لنعرف هل لها مواقف جديدة في الشأن السوري، أم أنها ستتابع سياسات باراك أوباما السلبية جدا جدا جدا. شكرا جزيلا لكم الكاتب الصحفي أحمد كامل، كنت معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية.